السالفة. اوكي، مرة الوضع ما ادري تو سويت هالبليان شافوني شوم امهم متحمس وكذا. تونا ما بدينا المرحلة يا اخوي، انت وياه اخوي وخر بس وخروا. تونا ما بدينا المرحلة وعلى طول قفطونا. والله الوضع ما يطمن. وانا لا 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 ابلحق على هذه. هذه طريقة دخولي الوحيدة. عبي مانا. لا انا الا بخش من هنا يعني كذا. طيب شكرا. ايوه والله هذول عندهم ايم. هاي بس 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 شوف امهم تحمسوا هذول والله. يوقف الشجر بس والله انيميشن هو راجع سباحي. اوف ابداع. ما صار شيء. هد اعصابك، هد اعصابك، خلك كول. برا بس اسكت. اسلم. ايش ذا اللي انت في امي يا شيخ؟ يا حبيبي شغلوا الالارم وحنا لسه باقي ما دخلنا اصلا. انت كيف؟ والله يستر لا يجينا كهرباء ذي الحين ولا شيء. اوف. واتس جوين اون اجل. والله ولا واتس جوين اون ولا. يا حبيبي جاك ذاك اللهبل. لا 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 لا. بغيت اروح. والله بغيت اروح. يا حبيبي كيف افصل هذا ذا الحين؟ اوكي كنت متوقع انه هذا يصير. بس يا اخي المفروض كان يعطيني انذار يا اخي. يلا لود جيم. اخر واحدة كانت من هنا. والله ان الوضع ابو كلب صح يعني. من اللي طلق؟ مستغرب في احد طلق في بداية المرحلة كذا. ماني داري من هو. لو ادري من هو كنت ذبحت امه اصلا. طيب يا مستر جارد انا جايك. بح هج معلم. احلى طريقة للهجيج يقول لك. ادي ام متحمس اللاعب بس كذا يا شيخ. ذب امه مع البتاع ذا. مرة ما ينفع نخش هنا بدون تخفي، لازم نكون متخفين يعني في الاوبشن. هرجة انك ما تكون متخفي هنا ما ادري كيف يعني اوصف لك. وضعك بيكون في الحضيض. هلا بالعيال. طيب دقيقة، دام انه في واحد قدامنا بنبدأ نستخدم اسهم. طب هذه ايش؟ والله ما ادري. خلنا ناخذ هذه بولت ستكس. اثبت يرحم لي امك. اثبت بس كذا يا لبيه القتله. ترى ان في واحد مات. لا يا نوب. دف امه يا رجل. الفايند يا رجل مع نفسك مع الزبنه اللي تحت هذه. ابن امك تجيبني. امك خير جيبني.
هلا قفل 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 الفتحة. نكبت نفسي. هلا هلا بالعيال. ودي اعطي واحد بوسيشن. اوف ابداع يصير. بس كذا. اني ابغى امر مع البوابة ذي. يا رب يا رب يا رب نلحق. ايوه في فيران شغلتهم. شيء كويس. شيء مرة كويس. مارتن مارتن بنذبحه. هذا واحد مات. فاينت مارتن لقد مات. اوكي ايوه 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 اكني صار لي شيء تو ما ادري الالوان تغيرت. طيب تعالوا 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 جميع. اوه ايوه هذا الحيوان. شو 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 والله ان الحيوان ذا حيوان صدق. هلا بالعيار. طيب لا 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 قاعدين ياخذون مني مانا. لا طيب انا اقول لك ايش تسوي. بس كذا ايش امه. تعال 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 يا صديقي. بس كذا ايوه اسلم. صقع ام راسي بالبتاع. ايوه بس كذا احلى شيء في الحياة. طيب عشان تستحي على وجهك مرة ثانية. اوكي 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 هلا بياض. بس كذا زرف بوليتات وكل حاجة. هذا خربان اصلا الالارم ذا. طيب شكرا شكرا. ها تبى ارميها قبل لا هلا بالعيال. طيب تعال تعال تعال. اوه والله ين راسه طارت. طيب ايش ذا الاهبل المدري ايش شايل في يده ذا. ايا كان شايله في يده فهو ابو كلب يا رجل. والله اني بهذلت. اسلم. قاعدين يمتصون مني المانا هذول. بس كذا يا رجل. احلى شيء في الحياة. اظن انه باقي واحد ثاني. من حقين يمتصون المانا هذول باقي واحد ثاني اظن. الله يستر. الله يستر. هذا هذا واحد. بس كذا لعبت بارز. ايوه اوكي. وش بامه ما يمديني امشي مع الفتحه ذي. هلا بالعيال. طق والله طيران يا عزيزي. والله طيران يا عزيزي. اصبر في رون هنا جنبنا. وقتك ها. بس والله لازم نجيب لنا رون. اوه ما في الا رون واحد اصلا في الماب كامل. حبيبي وين ابغى اروح انا. جيت هاوس بندلتون. جيت هاوس كات ووك بندلتون. بندلتون اقرب لنا.
يا اخي يغبنك لما تقتل الناس اللي انت ساعدتهم يعني تعبت عشانهم في النهاية كذا يبيعونك. سلام سلام. هذا واحد مات، الثاني مات. لا لا لا، جرنيت جرنيت. طيب ما عليك ما عليك، تلقاني بتلقاني ان شاء الله. والله راح في ام هذا عصام تقول لك. انا ابغى اروح انا يا حبيبي. بنت دنتن هذا وين وين زابن؟ اقول لكم وين. واو والله بغيت اهوي الى الهاويه يقول لك. طيب اظن اني مديني اطلع. ما يمدي اطلع شيء من هنا. اي شيخ الله كذا مداهم اوف دع. مش كيف بطلع فوق في الحين كيف؟ لا ما يمديني الا لو سويت كذا يعني. لازم شوي شوي انتبه على عمري. اوه اي بالمرة خلنا نسوي سيف عشان لا نطفشكم اذا عدنا يعني او اذا متنا. اوكي نسوي زي كذا. بندلتن جوا الكات هاوس هذي مدري ايش هي. خلنا نروح له. هذا طار. يا حد باقي؟ والله الحركة اوف ابداع. تارجت اساسينيتد تريفر مدري ايش اسمه. اوكي اليمينيت بندلتون. يا حبيبي يا حبيبي انتم تحبون اماكن مرتفعة صح؟ فيكم عشق للاماكن المرتفعة اقول لك. سلم. كذا طيب انا اقول لك وش نسوي. لا اما رقم اربعة كذا. ايش كروس بو سليبنج دارت تالي عزيزي ولا لا؟ انا بتربس واحد صح. انا ايش قاعد اقتلهم؟ والله اكلم واحد من اخوياه كذا اقول له يا عزيزي انا سامشي من هنا. يا عزيزي سامشي من هنا. يا ام في alright افي alright بس كذا. وياب افين alright يبيلي مفتاح. من وين اجيب المفتاح يا عزيزي؟ تستهبل. لا 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 لا. طيب انا اقول لكم ايش بسوي. لا يا شيخ ما ضغطت سلو موشن في الوقت المناسب يا حبيبي. طيب لو ودري جيم لو سمحت يعني عطنا احدث جيم. فهذا احدث جيم بنقتلهم بالطريقة المعتادة بندلتن والثاني ذا. اوكي اوكي نروح هنا نلعب بمانة. بس كذا احلى شيء في الحياة. تريفر بلدنتون اساسينيتد اساسينيتد. عجبتني يا اخي حركة ال بس موت يرحم لي امك.
طيب ريلي طيب مشكلة اني طيب يعني لازم الا يعني تصعبونها طيب بس كذا ايوه يا رجل انا بيزعاج واو ساعة ام بذي يبينا نسوي زي كذا نروح شايلين هذه نسوي زي كذا واو والله يانا لسعة امي تو اوكي بيلي مفتاح طيب بس من وين اجيب مفتاح من وين اجيب المفتاح حق المصعد يا حبيبي حبيب قلبي هنا وش فيه اصلا ما نحتاج مصاعد اصلا عادي اصلا اقول لكم وش بنسوي نسوي زي كذا هلا بليال شكلنا ما نقدر نسوي اي كذا على اي شيء يا رجل واو بغيت اهوي الى الهاوية اقول لك ما في شيء ها هويته الى الهاوية بالفعل يعني ما يحتاج اني اهوي الى الهاوية فيب خلنا نسيف هنا عشان لا نهوي الى الهاوية معكم يب اما تلبس السلامات ما نشوف شنو ايش فيه شيء السلامة يا عمي فين في اشياء كذا تغبنك يا شيخ طيب دلحين كيف اطلع فوق اوكي طيب انا يبيلي مفتاح انا يبيلي مفتاح عشان اضبط وضعي مع الشل هذول اصبروا اللي ميتين هذا معك مفتاح هاي قبليسك ما عندك فايدة موقفينك هنا بس ضاحكين عليك طيب يبيلي مفتاح يا عزيزي وفي ناس هنا اصلا بس هنا الطيحة اوف بتاع قول لا والله ما الامه داعي خاطر ولا لا 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 فكنا فكنا من الجرنيت هلا بالعيال شافوني طب ولا تورط لا لا ابغى مسدس يا ابوي ايش دخل ام الكروسبو في السالفه بس كذا افقع خشمه في الحين يقول لي دو وات ذا هيل اطلق علي تو قليل الحياه لا 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 ما اتفقنا يا عزيزي ما اتفقنا يا عزيزي لا 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 مرة ما ينفع من هنا بعد يا حبيبي يا حبيبي تورطنا تورطنا ليل حقي معدوم هذا اكل لا مو باكل بعد وانا ما ادري ايش دخلت سلاحي سري طالع وغرب بعد تأكد جو ولا لا خاف عليهم يضيعون بعدين لا 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 فكنا فكنا لا فكنا بس كذا طير يا رجل هذا معنى طير يا رجل اذا احد قالك طير يا رجل فهو يقصد كذا يعني فايه
موجود عند بلدلتون، ايش تبيني اسوي؟ واو هذا هيلث كويس. Shut your mouths, both of you. We're Pendleton's men. You keep for the weapon. لا يا حيوان. بس كذا. يا رب اني اكون معكم مفتاح. ايش؟ ايش؟ ما حد معاه مفتاح؟ يا رجل ترى مصعد يعني مو بلازم مفتاح بعد. اعوذ بالله يا رجل. ما في لا بون شارم ولا شيء هنا. هنا عاد مع نفسك يقول لك. صراحة ما ادري ايش السالفة. صراحة ما ادري ايش السالفة لانه يبالي مفتاح. يبالي مفتاح يا حبيبي. هنا في شيء؟ هذا تنفتح؟ لا ما تنفتح. اجل ايش حاطينها؟ بس كذا قطب يعني؟ يقول لك اكشن. طيب. ما في شيء هنا، خلنا نطلع فوق. هذا مو بشيء يشتغل. طيب اصبروا خلنا نشوف الاوبجكتيف. اوبجكتيف انتر لايت هاوس اليفيتر. طيب انتر لايت هاوس اليفيتر، واصبروا خلنا نشوف برضو الباورز. دام ان عندنا اثنين روين نطور شيء على قدنا كذا. اثنين روين شيء كويس. ما ادري اثنين روين يمدينا اطور الدارك فيجن. ما ابغاها ما ابغاها ما ابغاها ما ابغى. اقول يمدحون ال يمدحون هذه. اوكي هذه يقول لك يعني تسوي ادرينالين لما تطعن واحد وما ادري ايش، يعني يجيك ادرينالين وتصير نشيط بزياده. ف فهذا ما امله ان يصير، يعني هذا اتمنى انه يصير، يصير اللاعب حقي نشيط بزياده تفلت على ام امهم. طيب اوكي دقيقة تو احس اني جبت العيد. دقيقة دقيقة في شي تحت. صح ماشي صرت اتهيأ. طيب اوكي في شي هنا، وشكل واحد من طيرناهم من هنا كان معاه المفتاح. البليال وش ده؟ ايوه بس كذا عشان اللي بيشغل الالارم يشغله بكيف عاد بينفجر في وجهه. يلا نوصل هنا. ايوه بغيت اجيب العيد. ريلي وين يعني وين المفتاح؟ ايش ذا القرف يا شيخ؟ لا من جد يباني اني اطلع فوق بالطريقه التقليديه حقت الناس الكويسين. والله شكلها كذا، والله شكلها كذا. اجل خلنا نشرب لنا هيلث او مانا عشان بتصير تو بصير ذي الحين مواقف. اعوذ بالله يا رجل ما يمديني تلبس طاير وانتهينا بس نفك وضعنا من السالفة لابو كلب هذي. طيب فوق. لا واو واو. طب اصبر مفتاح ما عندي نفتح الباب. باقي. طب ما عندي نكسر الباب. لا باقي. يبيلي اكون حذر بزياده. بدت الغباوه الزايده. اوكي والله يا الوضع مو بيخوف وبس. والله يا شفهم امه ذا ما يتفاهم. طيب
اوكي نطلع من هنا. يعني حركة واحدة بس من رفع ما. ما ادري. حس احنا قاعدين نسوي شيء غلط. والله بغيت اروح في الحضيض يا رجل. يا بغيت اروح في تقريبا رحت في الحضيض. اوكي 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 نعمل فلة. لعن ام الفلة. وذي الحين الهيلث حقنا منعدم. الحين الهيلث حقنا مصفر. يلا عاد قعد بقى. ايوه طلعنا فوق في الدور الكويس. ادري ايش فينا عاد. الله يستر يا رب يكون زاد الهيلث حقي يا رب. لانه الهيلث حقي كذا بالطريقه هذه ابو كلب. ايوه يلا يا رجال ما زاد الهيلث ولا شيء لكن مش حالك. ايش بنسوي عاد. ايوه هنا 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 شفت مقطع يا يعني انه بيفطس من الضحك. بس خل ذا يتحرك شوية. اصبر اصبر في مقطع هنا انا شفته في اليوتيوب المقطع ذا بس يا يعني انه بيفطس من الضحك. وشكل لازم اقرب من هنا بعدين ابعد. طيب ما بتقدم انت شوية كذا. ايوه ترى انا وراك اهم. ها كيف جاي وراي؟ اسلم اسلم والله ما يمزحون والله ما يمزحون والله يا مع خشت اقول لك. ايوه اوه ماي جاد اوه ماي جاد بس كذا رجع له. لا 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 لا, لا. طير يا معلم. اصبر اصبر خلينا نشوف معهم امو ولا شيء. يفيدونا بالامو هذول. هذول اصلا وظيفتهم انهم يعطونا امو. دقيقة بس خلني احك اذني. اوكي. والله يا ان مرتفعاتكم اعوذ بالله. لو اراهن لو انقز من هنا ما يموت عادي. هلا بالعيال هلا بالعيال. دقيقة خلنا نسيف سيف. اوكي سيفنا سيففنا سيففنا. في ما اظن في اي بون شارم هنا ولا روين ما اظن. ما ظني طيش يا عبد تاكل بطاطا. فايب انا بريال. في هيلث في هيلث في هيلث. شي يبشر بخير. شي مره يبشر بخير. اسمع اصواتي يا رجل. ايش ذا دفايه يعني ولا هذا القزاز. اوكي الهرجة. انا ادور على من ذا الحين. المكان فاضي يا رجل. زروف. لا 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 اسكت اسكت اسكت. ايوه طيب وين ابجكتيف. ابجكتيف اوبشنال فايند هاف لوك. شيء رئيسي انقز انقز اي انقز انقز يا انقز انقذ ايميلي. نعبي الهيلث مره يعني. او ماي جاد ايميلي ايميلي. ايميلي ايميلي ايميلي. Did you learn anything in your short life? لا
اوه اوه تعال تعالي تعالي اوه اوه واو الحق ايوه ايوه ايميلي زعلت ول 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 واو والله اكشن والله اكشن خلينا نشوف ايش السالفه ذا اند ايوه طلعنا للاوتسايدر اعوذ بالله That the daughter of a murdered empress ascended the throne up a mountain of corpses, carried by an assassin named Corvo? No. They'll say that little Emily Caldwin I came to power in an age of terror and corruption, and that she did her best in a world that is not kind to little girls or empresses. يا اخي هذا عليه دراما مو طبيعيه ذا الانسان الاوتسايدر ذا شكل هذه الكريدتس خلاص خلصنا يب كانت لعبه مره كويسه يعني كانت لعبه قصيره يعني من اقصر مو من اقصر ثاني اقصر لعبه لعبتها اللعبة كويسة يعني من ناحية التخفي اللعبة من نوع اللي هي تلعب 20 مرة كل مرة تختم بطريقة مختلفة يعني ما تطفش منها يعني بديلة عن الأونلاين شيء يعني خنفشاري لعبة تجميع يعني يبيلك صبر ما تفل أمها كذا وتدز سبيد وتدعس ايش ثاني صراحة اللعبة من ناحية التخفي يعني غير أساسن كريد أساسن كريد ولا شيء بصراحة جنبها أو يعني لا أساسن كريد شيء لعبة وهذه لعبة ثانية يعني كل لعبة لها أسلوب لأن أساسن كريد يعني أسلوبها مختلف عن هذه فيرست بيرسون وحركات كويسة اللعبة لا يغرك الجرافكس حقها اللعبة جرافكس حقها بايخ لكن هذا أسلوب اللعبة حقها كويس يعني إنه يشتغل على أي جهاز أي كمبيوتر بدون تعليق يعني بيفيد حقين الكونسولز مره يعني حقين الكونسولز هم اللي بينبسطون عليه ما بيصير عندهم دروب في الفريم ايش ثاني اللعبه يا فيها دراما مره بعد وفيها اشياء لو انت سويتها بيتغير مسار القصه تغير مسار الناس اللي يساعدونك يعني على سبيل المثال في مرحله من مراحل واحد اسمه كسلاك جاو اظن اسمه ساعدنا كان عنده منظمه كذا عصابه ساعدنا عشان ننقز على اعطانا مفتاح فندق كذا عشان ننقز على البلاك كات اظن اللي هو قتلنا فيه البندلتون التوأمين هذول وانقذنا ايميلي في مرحله قبلها كانت موجوده انه يقول اقتل هذول يعني ناخذ مهمه من جده كذا يقول اقتل هذول اللي جوا فكان يمدينا نقتل هذول اللي جوا ما عاد يساعدونا خلاص ما عاد يصيرون اخويانا او ما عاد يعطونا مفتاح الفندق فيعني جدا طرق غريبه لحل اللعبه وطرق جديده وطرق مختلفه مره لحل اللعبه ذي ف انصحكم تجربوها تستاهل $50 حقتها مره تستاهل بعد بس يعني هذا كان رايي عن اللعبه يعني كان في مهمات جانبيه كثير ما سويناها يعني انا هذا المغبون منه يعني كان في مهمات جانبيه كثيره ما سويناها ف سوينا اللي نقدر نسويه في ذا التختيم اتمنى التختيم عجبكم اذا تبغى تشوف حلقات اي حلقه من حلقات التختيم تقدر تشوف الشو اللي تحت اللي هو صوره ديسونر تحت المقطع وتضغط عليه وتشوف كل مقاطع التختيم ف اتمنى التختيم عجبكم اتمنى اكون ثقيل عليكم في ذا التختيم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.